بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا النهاردة هنعمل الجزء الثاني من تفسير الأحلام وعلم وفن تفسير الأحلام. هل هنقول تاني السؤال، فن تفسير الأحلام يدرس؟ أيوه يدرس. طب إزاي؟ هو مش موهبة، هو فعلا موهبة، ولكن إحنا بنسقلها بالدراسة وبنشوف السلف الصالح أيام النبي عليه الصلاة والسلام فسروا إزاي، وسيدنا يوسف، وبنقتدي بيهم وبنمشي على منهجهم. وطبعا هو موهبة، بس إحنا بنتعلم إزاي نفسر الرؤية، وكل رمز من الرموز بيحمل كذا معنى من التفسير، وإحنا بنوظفه حسب الرأي وهو شايف إيه وسياق الرؤية ماشية إزاي. هنعرفكم دلوقتي، بس احنا هنبدأ الحلقة بتاعتنا بسؤال مهم جدا. ناس كتير سألت، هل الكافر او الفاسق او الناس اللي هي بعيدة عن ربنا بتشوف رؤية حق؟ ايوه بتشوف رؤية حق. طب ازاي؟ هل كلامك ده عليه دليل؟ ايوه كلامي عليه دليل. اولا بيقولك، هل المنافقون والكفار وفساق المؤمنين يرون رؤى صادقة؟ ايوه يروا رؤى صادقة. نسبة لسيدنا يوسف لما كان عزيز مصر، كان كافر وشاف الرؤية، واتحققت ولا ما اتحققتش؟ اتحققت. وامثلة كتير هنديها لكم. طيب يجرنا برضو السؤال ده لسؤال تاني. بعض النساء تسألني، طب انا في فترة العذر الشهري هل ينفع اشوف رؤية صادقة؟ ينفع تشوفي رؤية صادقة. طيب وقت ما انا جنب، يعني في علاقة حميمية والواحد لسه لم يغتسل وكده، هل اعرف اشوف رؤية؟ تشوفي رؤية، تمام. بس هو الافضل بيبقى على طهارة طبعا يعني، لكن احيانا الشخص بيشوف رؤية، تمام، ورؤية صادقة وبتحصل. طيب ازاي واحدة كده جنب او رجل او مرأة حائض وتشوف رؤية وتطلع رؤية صادقة؟ هقولك، يعني هو ده يعني الموقف اللي انت فيه ده ولا الكفر؟ انهي اكتر؟ الكفر طبعا. طب ما هو في كافر شاف رؤية، يبقى بالعقل وبالمنطق لا، تشوفي رؤية، بس الافضل ان البني ادم عشان يشوف رؤية صادقة جلية من الله عز وجل ان هو ينام. الافضل طبعا ينام على وضوء ويقرأ ايات في برضو سورة الشمس وسورة الضحى والليل، كل الصور ديت نقراها قبل النوم، هتشوف رؤية جلية، تمام. لو انت نفسك تشوف ميت، عايز تشوف احواله في المنام، عايز يزورك في المنام، تقول اسم الله ولفظ الجلالة 300 مرة، تمام، وبرضو نايم على وضوء. طيب المنامات اللي هي من الشيطان بقى، لما نيجي نعلم الناس وتقول لي انا عايزة اعرف افرق بين الرؤية والحلم الشيطاني، تمام، وفي حديث نفسي كمان، فهنفرق ازاي؟ دلوقتي بقول لك المنامات اللي من الشيطان، اللي هي اولا هي مش هتضر الرأي، غير ان هو هيقوم متضايق، هيقوم مخنوق، هيحس ان في حاجة هتحصل، لان الشيطان يريك ما يحزنك، هو ده شغلانته ان هو يقومك انت متضايق اي مخنوق خايف. لكن هي هتحصل؟ لا مش هتحصل، لان دي رؤية شيطانية، هو بس بيخوفك، بيوقع الضغينة والبغضاء. طب انا اعرف ازاي كأنا بتعلم تفسير الرؤى زي ما انت بتقولي هتعلمينا، اعرف ازاي ان ديت رؤية شيطانية؟ اولا لما اشوف ان الشخص اللي جوه في المنام شايف ان هو في ناس معاه في الرؤية، يعني في برضو بعض الرؤى اللي هو ايه، تجب الاغتسال، يعني القوم الرائي واجب عليه غسل من الجنابة، طبعا الناس كلها فاهمة انا اقصد ايه، دي برضو رؤية شيطانية وتندرج تحت الشيطانيات. واحد بقى نفسه يتجوز واحدة، واحدة مش عارف ايه كده، فلما يحس ان هو قام من النوم يجب عليه الغسل، دي رؤية شيطانية، هو لا هتضرك ولا هتصيبك، تمام. طيب الرؤى اللي فيها بتحس على القتل وعلى الضغينة وعلى المشاكل وعلى قطع الارحام وعلى الحاجات دي كلها رؤية شيطانية. او واحدة تيجي تقول لي انا شفت جوزي في الرؤية بيخني مش عارف ايه، طب ما هو يا جماعة شغلانته ان هو يوقع البغضاء والضغينة بين البشر، هو يعني هو داعية لله، هو الشيطان ده ابليس ده، ها، اللي ربنا طرده من رحمته عز وجل.
ده شغلانته ايه غير ان هو يضايق الناس من بعضها ويحس على القتل والغيرة والحقد كل الحاجات اللي انت تقومي منها من النوم، او انت قرائي تشوف ان انت ده شخص ده يعني عمل عايز تعمل معاه مشكلة او خانك او سرقك او 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 لا، في رموز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الرموز في الرؤية علشان الشيطان ما يلعبش فيها. طب حديث النفس نعرفه ازاي؟ حديث النفس لما الرؤية توافق الحقيقة. انت كمفسر وبتتعلم تفسير الاحلام، احب انصحك ان انت تتبع حد انت بتثق فيه وتسمع تفسيراته مع الناس، كأنك كده نازل ايه الشارع بتستطلع رأي. لا، ده انت قاعد بتسمع بيفسر بالطريقة ازاي وفسر الرؤية دي هنا بناء عن ايه. عشان كده انا عامله لكم فيديوهات قصيرة تعلمكم الرمز ده، هنا يبقى كذا وهنا يبقى كذا وهنا يبقى كذا. فبيقول لك بقى ايه، ان اصلا الشيطان بيريد الحزن والخوف والخديعة والفتنة والغيرة دون التحذير من الذنوب. مش هيجي يقول لك خلي بالك انت غلطان، خلي بالك انت ما بتصليش، خلي بالك انت عملت الذنب الفلاني، هو مش هيجي ينبهك، لكن هو هيجي يخليك تشوف كل شيء سيء تجاه الاخر، تمام، سواء بقى زوج اخ واخت مش عارف ايه. فده طبعا هو مش داعيه لله الشيطان عشان يجي ينبهك ويقول لك اوعى ده انت غلطان في الحته الفلانيه، لا، بس في رؤى من الله عز وجل زاجره بيزجر بيها الشخص ويقول لك انتبه انت كده على خطا، انت كده ماشي خطا، وطريقك ده هيوصلك لخطا اكبر. زي مثلا ايه؟ طب ايه مثلا؟ ادينا امثله عشان نفهم منك. اديكي امثله. اولا لما تشوف الرائي يشوف ان هو بيمتحن مش عارف يحل في الامتحان، طب ما احنا في الدنيا في فتره اختبارات وامتحانات، ما هو ربنا بيمتحن الشخص اللي ايمانه قوي واللي ايمانه ضعيف واللي بعيد عنه بالامتحان. فلما تشوفي الامتحان في الرؤيه تعرفي ان ربنا ومش عارفه تحلي، عارفه تحلي يعني ان شاء الله مقبوله يعني باذن الله، لكن مش عارفه تحلي لا انت مخطئه خلي بالك. طيب ايه كمان يدللنا ان احنا ربنا بعت لنا رؤيه زاجره؟ ان انت تشوف ان يعني واحد يقول لك انا شفت ان انا بموت، انا شفت الروح بتطلع، انا حسيت مش عارف ايه، طب انا شفت يوم القيامه، شفت اهوال يوم القيامه. ما ربنا بيقول لك خلي بالك، ما هو انت كده مصرف على نفسك، تعالى بالعكس ده ربنا كده يبقى بيحبه، بيقول لك ايه يعني اللي ربنا بيحبه في منامه بيديله رؤيه ينبهه يقول لك خلي بالك انا بحبك بس تعالى قرب مني، انت كده مش ماشي صح، تمام. خيركم من يوعظ في منامه زي ما بنقول للناس. وكذلك حديث النفس بيقول لك حديث النفس، احنا قلنا ايه الرؤية اللي هي من الشيطان اللي بيوقع الضغينة والبغضاء بين الناس، وان هو بيبعد يعني مش هيدعوك لله عز وجل ولا ينبهك، لكن ربنا يبعت لك رؤية زاجرة يقول لك خلي بالك انت. بس في رؤى مبشرات طبعا، ربنا يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا، الناس اللي بتشوف رؤى صالحة ورؤية حلو. طب ما انا يا حنان ما بحلمش، طب انا ما بشوفش احلام اعمل ايه؟ اولا اصدقكم حديثا اصدقكم رؤية، يعني الناس اللي ما بتكذبش بتشوف رؤية صادقة. انت بقى ما بتحلمش خلي بالك. وبعدين في ناس يعني ما بتصليش روحانياتها مش عالية، في ناس بعيدة زي ما بنقول كده عن ربنا، وفي ناس يعني الروحانيات بتاعتها تقيلة بس ممكن حد يشوف لها رؤية حلوة، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الرؤيا الصالحه يراها العبد او ترى له، يعني انت ممكن ما تقدرش تشوف لكن حد يشوف لك رؤيا كويسه، فدي برضو تعتبر من المبشرات. طب يا حنان واحده شافت لي حلم وحش، تعرفي ازاي ان هو بقى الرؤيا ديت او الحلم اللي هي شافته لك صح ولا غلط؟ لو هي فيه لو وحش وانت جوه معايا ماشي، لكن انت تشوفي لي حاجه وحشه وانا مش وانت مش معايا، يعني شايفه لي انا اللي واقعه في المشاكل واقعه في الحاجات دي كلها وانت بتتفرجي عليا من بعيد. طب يا ستي لو ربنا عايز ينبهني بحاجه ما هيجي لي انا، وانا هروح فين يعني من ربنا؟ هيجي لي في المنام رؤيه يقول لي خلي بالك اصحي انت كده غلطانه او انت عندك مشاكل عالجيها. يروح ليه لصاحبتي؟ يروح لواحده سلفتي ليه؟ يبقى يقول لها. بالعكس ده ربنا اسمه الستير بيستر على البشر، واحنا كمفسرين احلام برضو المفترض ان احنا نستر على الشخص اللي قدامنا، يعني لو هو مخطئ في شيء ما نقولوش على العلن كده انت مخطئ، بس هي المشكله ان احنا هنشوفه فين، يعني هنقول له الكلام ده فين. فاحيانا نديها له كده ايه متغطيه خلي بالك ماشي.
ولكن انت لو في حاجه وحشه هيشوفها لك انت تبقي معايا. جت قالت لك بقى ده انا شايفه لك معرفش ايه وتفسير الرؤيه وحش وانت مش جوه، انت كدابه، انت كدابه. لما لو وحشه انت معايا جوه، لا وحشه انا اللي لوحدي فيها، طب ما تروح لاخواتي، تروح لمامتي، حد قريب مني قوي بقى. يعني لو انا حد يشوف لي حاجه وحشه، وربنا ما بيفضحش حد على فكره، لو في حاجه هيجي لي انا نفسي، يقول لي هيجي لحد قريب مني قوي 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 ويخاف عليا مش هيأذيني، لكن مش هروح لصاحبتي يفضحني عندها. يعني ده الله عز وجل هو الستير. حديث النفس بقى بيقول لك في المنام امال واحزان وتخويف ولا حكمه له. يعني امال الشخص بيتمنى ايه؟ ده حديث النفس. واحده نفسها تتجوز واحد، واحده نفسها تتطلق، هتشوف ان هي اتطلقت ومشيت وقعدت وعملت، بتيجي كده زي ما هي. يعني عارفين انا ببقى عارفاه، لكن لو في دلالات للرموز للطلاق اه في دلالات للزواج اه في، بس مش هتيجي كحديث نفس. ما تبقيش انت نايمه نفسك تتجوزي حد وجايلك في المنام ان انت اتجوزتي وطلعتي الكوشه وتزفيتي ودخلتوا خلاص وتقولي لي انا شفت رؤيه. لا، انت نفسك يحصل كده، فانت شفتيها مناما، حاجه انت نفسك فيها، تمام. واحزان بيقول لك وتخويف، لو انت خايف من شيء بتهرب من شيء، ما هو ده برضو حديث نفس، تمام. فبيقول لك لا حكمة له ولا حكمة فيه، يعني ويدلع، يعني بيشوف الرأي هو يعرف ان هو حديث نفس لان اقترن بالواقع. فانت ما تخافش ولا هيحصل ولا يعمل، بس إيه؟ لو حاجة كويسة نقول للناس يعني استبشروا خير ان شاء الله. يعني بيقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني الصبح كده الوقت دوت ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعلنا فيه، وده اصدق وقت للرؤيه. طب هتقولي لي يا حنان انا اعرف ازاي ان الرؤيه ديت الميعاد اللي انا شفت فيه الرؤيه ده صح؟ كل الاوقات صحيحه ما عدا المغرب. ليه يا حنان؟ ايه دليلك على الكلام ده وانت بتقولي الكلام وخلاص؟ لا يا حبيبتي ما بقولكيش كلام وخلاص. اول النوم ممكن ما ناخدش بيها لان ده يعتبر من البطنة، واحد مالي بطنه ونايم بقى وعمال يشوف احلام بقى ومش عارف ايه، اول النوم ده حشو، ده حشو ملناش دعوة بيه. قرب الفجر، بعد الفجر، طب قرب الفجر ليها وقت تحقيق الرؤية؟ اه، قبل الفجر يعتبر سنين، بعد الفجر يعتبر شهور. يعني انا شفت الرؤية وصحيت على اذان الفجر، قدامك بقى ايه نشوف بقى ايه كان فاضل قد ايه على الفجر، او انت صحيتي ساعه اذان الفجر، يبقى السنه ديت هيتحقق الرؤيه فيها. طب انا صحيت بعد الفجر، لا تحتسب بقى شهور، الرؤيه دي هتتحقق في خلال شهور. طب ايه الوقت اللي انت لسه قايله لنا عليه ان احنا لو شفنا رؤيه فيه ما تنفعش وما ناخدش بيها؟ المغرب. طب ليه بتقولي لنا المغرب؟ ما انت لازم تفهمينا اشمعنا وقت المغرب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه قال من نام قبيل المغرب واختلس عقله فلا يلومن الا نفسه. ده الوقت الوحيد اللي بيتغير فيه شفت الملائكه بالشياطين، يعني بيغيروا شفتات كده مع بعض. فالوقت ده لو انت شفت رؤيا او حلم، هنقول حلم، ولا تاخد بيه ولا هيحصل ولا اي شيء، ده الوقت الوحيد اللي لا يؤخذ به في تاويل الرؤيا. تقول لك انا شفت الرؤيه ديت قبل المغرب بشويه، بعد المغرب بشويه، مش فاكره، لا ما ملناش دعوه بيه، ما تاخديش بيه خالص. وانت كمفسره لو انت بتتعلمي ما الوقت ده بالذات لا، تمام. رؤيه الميت حق، لما يجي يقول لك انا شفت ميت في الرؤيه تعرف ان رؤيه الميت حق، بس ايه ليها شروط؟ ما هو الشيطان بيتمثل في اي شيء الا النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده الحاجة الوحيدة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان لا يتمثل بيه أبدا، لكن ممكن يتمثل في هيئة ميت؟ اه طبعا ممكن يتمثل. طب احنا نعرف منين ان يا حنان انت عم تقولي كلام كده وخلاص، ان ده رؤية الميت ده اللي جاي بيقول لي كلام حق، وان الرؤية دي حق ومش شيطان؟ ما انت بتقولي الشيطان بيتمثل في اي حد، يعني ممكن والدي المتوفي ده يجيلي في الرؤية ويطلع حلم شيطاني، مش انت لسه قايله كده عشان هو الشيطان بيتمثل في اي شيء؟ اه، بس ما يجيش الميت يحس على ضغينه، لان هو دوت شغله الشيطان، يقول لك الميت ايه اقطعي صلتك بفلانه، اوعي تعرفيها، ولا فلان ده روح اقتله، ده عمل كذا، ازاي؟ ده في دار الحق عمره ما يجي
يوقع الشحناء والبغضاء بين الناس، هو في دار الحق وعرف ان الدنيا كلها خلاص ولا تسوى، فهيجي يحث على ذلك او يقول لك حاجة في دينك خطأ، لا ده يعتبر شيطان. نعرف منين ان هو رؤية حق وان ميت؟ يجي يقول لنا كلام يبشرنا، ينذرنا من حاجة، يجي يصلي، معناها بيقول لك انت طريقك ان انت عايزة تصلي لشيء، صلي، تصدقي، بيعمل حاجة هو خلاص انقطع عمله، لكن هو بيجي يقول لك اعملي انت كده عشان يعني حياتك تفلح من الاخر. لكن الشيطان مش هيجي يقول لك تصدقي، مش هيجي يقول لك صلي، مش هيجي، هو الميت مش هيجي يقول لك، بس هتشوفيه بيعمل كده فانت هتعرفي. بيقول لك الميت رؤيته حق لانه في دار الحق. اللي يقولوا بقى في هذا المنام فهو حق، ما سلم من الفتنه والغره، يعني ما يكونش بيقول لك حاجه بتغر الشخص، روح اعمل حاجه وحشه، روح اذني والعياذ بالله، روح مش عارف ايه، كل الحاجات الغلط في ديننا تعرفي ان ده شيطان على طول، لان هو مش داعي لله. حطيها كده قاعده في دماغك ان الشيطان ليس داعي لله عشان يجي يقول لك روحي صلي وروحي تصدقي وروحي اعملي الحاجات دي، لا هيقول لك افتني، هيقول لك اقتلي، هيقول لك اقطعي صله رحم، هيقول لك ما تديش لفلان ده ما يورث من ورايا البتاع اللي انا سايبها ديت، الارض دي فلان ده ما ياخدش منها، انا بقول لكم كده، وفلان ده بالذات ياخد. ازاي هيجي يقطع شرع ربنا؟ يعني يقول لك حاجه غير شرع الله عز وجل؟ ده بقى تعرفيه انت كمفسره واخده كده الرؤيه بتقيميها، ما بيعدي الكلام اللي بيقوله الرائي بيعدي هنا الاول وانا بقراه، او هو الرائي بيقوله لي لازم يعدي، لو عدى هنا واستوعبتيه ومشي كده يبقى ده صح، ما مشيش وحسيتي فيه لا خدي الرؤيه دي ارميها خلاص ما تنفعش. ميت مين يا عم الحاج اللي جاي يقول الكلام ده؟ ما ينفعش. وكذلك المنجم والكاهن، لما يجي في الرؤيه تعرف ان ده الرؤيه دي كاذبه، لما يجي حد معروف عنه ان هو منجم، كاهن، عراف، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، تعرف ان ده دليل قول الكذب في المنام. لما يجي كده حد يتذكر في الرؤية تعرف ان الرؤية دي كاذبة برضو. واصدق الناس حديثا اصدقهم رؤية، زي ما احنا ايه لسه قايلين. في بعض الرؤى والاحلام بتبقى جواها حشو كتير واضغاث احلام، بتحتاج بقى من المفسر مجهود عشان هو هيطلع يعني كومنت صغنن للرائي، لان رؤيته طويلة، طلعنا ونزلنا ولفينا وعدينا، يقعد بقى الرائي ده يحكي لك حكاية كبيرة ما فيهاش غير يا دوبك دلاله واحده وممكن ما تطلعش بيها، تمام؟ ده يعتبر اضغاث احلام. بيقول لك بقى ناخذ بالامثال، احنا ناخد بالامثال؟ ناخد بالامثال، الامثال الشعبيه تنفع في تفسير الاحلام؟ زي اللي رقصوا على السلم، لما تيجي واحده تقول لك ايه؟ انا شفت ان انا واقفه على السلم ومش عارفه انزل ولا عارفه اطلع، طب ما وانت بقى كمفسره؟ يعني ده عندها كده واقفة حال، لا زي اللي رقصوا على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها، تاخدي بيها؟ ناخذ بيها، يعني الامثال الشعبية وايات من القرآن بنستشهد بيها، ما هو تفسير الاحلام ده بحر كبير، يعني بحر كبير. فبيقول لك بقى ايه، المعبر يحتاج الى اعتبار القرآن وامثاله ومعانيه الواضحة، يعني انت ممكن تاخدي من معاني القرآن حاجات واضحة بتحوليها جوه الرؤية، تمام؟ كقول الله تعالى مثال اللي هو ايه، واعتصموا بحبل الله. شوفي بقى لما حد يقول لك انا شفت الحبل، اعتصمي بحبل الله، يعني خليكي ماشي على صراط الله المستقيم عشان تنجحي في عملك. فلما يجي يقول لك مثلا شفت حبل، شفت مش عارف ايه، خد استشهد بآيات الله، بآيات القرآن، وخد بالامثال الشعبية، تمام؟ فيقول لك بقى ايه الامثال القرآن ومعاني الواضحة اللي انت تبقى فاهمها، تمام؟ في برضو تاني كلام القرآن، يعني مثلا لما يجي يقول لك ايه في صفات النساء، بيض مكنون، لما تيجي واحدة تقول لي انا شفت ان انا مش عارف ايه ورؤية البيض، ما هو قال لك النساء بيض مكنون على النساء، فاحنا نعرف من الامثال ديت ان هنا البيض يعتبر نساء ذرية من البنات، لان هو لسه البيض لسه ما فقس، فلما تيجي واحدة حامل تقول لك انا شفت بيض، ده تعرف ان هي خلفة للبنات نسبة، زي ما بنقول كده بنستشهد بالقرآن.
وقول الله عز وجل على المنافقين كأنهم خشب مسندة. نعرف ايه هنا؟ نعرف ان الخشب نفاق، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها على المنافقين، لما تيجي في الرؤية كلمة خشب تعرفي ان الخشب نفاق. فانت بقى شوفي الرمز اللي قبله بيقول لك ايه، وتوصليه بالرمز اللي بعده، وتستشهدي بكلام القرآن علشان تعرفي تطلعي رؤية تحلليها صح. تمام. وبرده لما واحده تقول لك ايه، انا شفت ملك، بس ما يكونش الملك بتاع بلدك او سلطان بلدك. ليه؟ نسبه لايه؟ بيقول لك ايه، او قول الله عز وجل ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. تمام. فتعرفي ان في فساد في الرؤيه ديت داخل على الشخص، لما يكون الرئيس ده مش رئيس بلدك، الملك ده مش الملك بتاعك. لكن لو الملك بتاع بلدك، لا ده داخل عليكي خير وداخل عليكي فرحه وليها دلالات تانية. تمام. الفاتحه جميله في الرؤيه، انا عامل لكم حلقه عن الفاتحه وازاي ان الفاتحه ليها دلالات كتير في الرؤيه، وقوله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لما يجي لك كلمه الفاتحه تعرفي ان الفاتحه والفتح ده معناها نصر مبين للرائي، بذكر اسم الفاتحه الفتح، تعرفي ان الرؤيه دي طيبه واللي جاي وراها طيب على طول. طيب برضو احنا بنستشهد لسه، هو ماسكين المعاني اللي هنستشهد بيها من القرآن. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. تعرفي لما يجي حد يقولك انا شفت ان انا ماسكة واحدة عمالة اقطع في بسناني في لحمها، ما هو انت بتختبيها. طب انت جبت الكلام ده منين يا حنان؟ ما هو من القرآن، ما انا لسه قايله لك ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ما انا باكل لحمك بجيب في سيرتك، بجيب في عرضك، يا اما الرائي يكون راجل، ما انا بجيب في سيره ولاياك، يا زوجتك يا اختك يا مامتك يا بنتك. لما انت تشوفي حد كده تعرفي ان الشخص ده بيختابه. طب لو انا شفت ان انا باكل راس حد، انا لسه هفهمك حاجات كتير، انا بختاب المدير بتاعي. تمام. طب انا هنا بنقول ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه، لا انا شفت باكل لحم نفسي يا ستي، ما شفتش حد غيري، انا باكل ايديا باكل رجليا باكل مش عارف. لا ده فلوس بقى، انت فلوسك انت وانت حر فيها، ملناش دعوه. هنا حاجه وهنا حاجه تانية، يعني احنا ما بنتكلم نقول لحم اخيك يعني انت بتختابه، ايا كان الشخص اللي انت بتاكل لحمه ده، على حسب بقى انت بتاكل لحم مين. لكن بتاكل لحم نفسك ده معناها ايه؟ وانا هعمل لكم حلقه تانية ان نشوف بياكل لحم لسانه معناها ايه، بياكل ايديه، بياكل رجليه، بياكل امراه لو شافت ان هي بتاكل لحم جسدها ده معناها ان هي ست والعياذ بالله بتمشي بالزنا وبتكتسب من هذا العمل يعني الخبيث، فليها دلالات. لكن لما يقول لك لحم اخيه غير لما يقول لك لحم نفسك، فاحنا لازم نفرق. تمام. وبرضه احنا لازم نستشهد في تفسير الرؤى والاحلام للناس اللي بتتعلم بامثال الانبياء يعني والحكماء، بناخدها في الاعتبار، زي مثلا ايه اخبار الرسل اللي هم ايام ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيأول وسيدنا يوسف والكلام ده كله، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه في خمس فواسق وذكرهم لنا، لما يجوا في الرؤيه يبقى مش حاجه كويسه. ده الرسول قال يقتلوا في الحل والحرم، لما تجي لنا في رؤيه يبقى انت رؤيتك حلوه؟ لا، ده الرؤيه ديت يعني احذري بني ادم فاسق. طب مين هو البني ادم الفاسق اللي طالع لي في الرؤيه؟ الخمسه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام ذكرهم، قال لك مين بقى؟ الغراب والحدقه والعقرب والفأر والكلب العقور، دول الخمس حاجات اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حذرنا منهم. فلما يجي في الرؤية الكلب العقور اللي هو بيهاجم الشخص، ما يكونش كلب أليف يعني، لا ده يبقى صديق، بس هو قال العقور. فلما يجوا دول في الرؤية تعرفي ان الشخص في حياتك شخص فاسق يحمل هذه الصفات. هتقولي لي بقى الغراب، هقول لك مثلا الغراب كذا، الفار معناه كذا، واحدة ست داخلة لك على فسق، داخلة حاطة عينها على الزوج، داخلة تتطلع على رزقك، على حسب بقى الرؤية. وانت كل ما تدخلي في تفسير الأحلام وتتعلمي هتفهمي. تمام. فدولت لما يتذكروا جوه الرؤية تعرفي ان في شخص في حياتك ياخد مثال الفار او الكلب العقور او الغراب سيء، ناخد صفاته بقى ونشوفها جوه الرؤية ماشية ازاي. تمام. وبيقول لك برضو ايه، النساء الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياك والقوارير. نعرف بقى القوارير هنا النساء، لما يجي يقول لك قارورة فانت بتفسري الرؤية
قاروره، زجاجه، قله، شوفي بقى الراقي هيقولها لك ازاي، فانت تفسريها ان ديت واحده ست. لما يجي يقول لك انا خدت كوبايه، وانت راجل مثلا يقول لك انا خدت كوبايه وكسرتها، ده انت كده كسرت قلب واحده. ما هي القاروره اللي انت مسكتها دي واحده، ما هي قابله للكسر. فتعرفي بقى انت ان الرمز ده بيقول لك النساء هي القوارير، اياك والقوارير، تمام. ويقول لك بقى ايه برضو قوله، ان خلقت المرأة من ضلع. لما يجي الرؤية يقول لك انا شفت ضلع معوج، انا شفت ان انا كسرت ضلع، انا شفت مش عارف ايه، ما انت كده كسرت امرأة. برضو الضلع يعتبر امرأة، هي ضلع اعوج بس هو ضلع وخلاص، ملناش دعوة دلوقتي، تمام. وبرضو المعبر بياخد في اعتباره برضو الامثال المبتذلة، زي ايه مثلا يا حنان؟ قول سيدنا ابراهيم عليه السلام لما راح لاسماعيل وما لقاهوش، وبعت له رساله مع زوجته، قال له غير اثقافه البيت، تمام، او الباب، غير اثقافه الباب، يعني طلق زوجتك. هنا الباب امراه، نعرف ان الباب ايه؟ امراه، تمام. فان احنا بناخد من الحاجات المبتذله دي جوه تفسير الاحلام، هو بحر كبير بس اللي بيحبه مش هيتعب يا جماعه. يعني ممكن انت كلسه اول مره تسمعيني تقولي يا دي جايبه كل ده، حنان اللي بتطلع الرؤيه كده في 3 دقايق كده تك، تروح قايله على طول واخده اللي وراها تك. ما هو لا، هو علم عشان تحبيه وتدوري وتقعدي تبحثي وتفهمي هنا وتفهمي هنا وتفهمي هنا، لازم تكوني بتحبيه. ما هو انت كل ما تحبيه وتدخلي تتعمقي في هذا المجال هتحبيه اكتر، ما انت بتحبيه. وكل ما تلاقي، انا عن نفسي كحنان بجري ورا الحاجه الغامضه، كل ما الاقيها غامضه اجري وراها زياده، احب اعرف ايه الغامض ده لحد ما توصلي لليفل الوحش. خلاص بقى قابلتي الوحش، يا يقتلك يا تقتليه، هو ده ليفل الوحش. يعني انت خلاص تمكنتي من هذا العمل عشان انت بتحبيه، بحثتي وتعبتي، فاهمين؟ فتبحثي وتدوري بحب على الحاجات دي. طيب ان هو قال له ايه سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم اللي سيدنا اسماعيل قال له غير اثقافه الباب. فاذا ان احنا اخدنا ان الباب هنا امرأة، اي طلق زوجتك، بيقول له غيرها، تمام. وقول المسيح عليه السلام، وقد دخل عند السيدة مومس، فلا هو داخل يعني قال لها ايه، بيعظها، هو داخل يعظها، يديها موعظة في الدين، تمام. فالمسيح عليه السلام قال لها انما يدخل الطبيب على المريض، قصد الطبيب اللي هو ايه، يعني الطبيب العالم اللي هو سيدنا عيسى، تمام. والمريض اللي هي الست المذنبة اللي هو داخل يوعظها، عشان الناس بس تفهمني صح، هو داخل يوعظها. فده بيقول لك المذنب هو المريض، فبيقول لها دخل العالم او الطبيب على المريض. الطبيب هنا هو العالم، هو الشخص اللي داخل يفيدها او اللي هو داخل يوعظها. المريض اللي هي المريض اللي هو يقصد بيه اللي هي الست المذنبه ديت، او بيقول لك المذنب او الجاهل. فنعرف بقى هنا ايه، ما احنا بناخد برضو من الحاجات ديت ان المريض بني ادم جاهل او مذنب، ماشي. وقول لقمان برضو لابنه بدل فراشك، لما لقمان قال لابنه بدل فراشك، يعني برضو يعني زوجتك. فنعرف ان الفراش يعتبر زوج للزوجه وزوجه للزوج، تمام. وقول ابي هريره حين سمع قائلا يقول خرج الدجال، خرج الدجال، فقال كذب كذبها الصباغون، اللي هم ايه، الكذابين. لما سمع القول ده قال لي، يعني سيدنا ابو هريره سمع قائل بيقول ايه خرج الدجال، فعرفنا بقى ان الدجال والمنجم وقارئ الفنجان والحاجات ديت لما تتذكر يبقى ده معناها الرؤية دي فيها كذب، يعني الرائي انت خلي بالك وقع في كذبة. فهو فسرها او هو يعني رددها، ما احنا بناخد بقى منهم، بنستشهد من الكلام اللي هم قالوه، كذبة كذبها الصباغون اللي هم الكذابين. بيقول لك بقى ان الرؤية الصادقة قسمان، قسم مفسر ظاهر، يعني انت شايف في الرؤية بتبقى في حاجة خلي بالكم من الحقيقة، وفي قسم باطني اللي هو الرأي بقى بيدخل جواه ويتعمق فيه ويفهم ويفهم الراجل اللي شايف الرؤية او الامرأة اللي شافت الرؤية. لان بيقول لك ايه، يحتاج الى تعبير وتفسير، اللي هو الشخص الجزء الباطني من الرؤية، ها، بيحتاج من الرأي
الى تفسير وتعليل وتعبير، تمام؟ ان انت تفهم الرؤيه ماشيه ازاي. الجزء الظاهر ما هو باين، انا ومامتي ما اعرفش مشينا، طب ما هم دي حاجه باينه بس ما اعرفش عملنا ايه وقابلنا مين. ديت بقى في حاجه باطنيه جوه الرؤيه انت لازم تخرجها، تطلع الظاهر والقسم اللي هو الظاهر ده معروف، يعني هو المؤول اللي هو شايف قدامه ان دي حاجه واضحه. الحاجة بقى الباطنية اللي هو بقى هيظهرها للرؤية اللي انت مش واخد بالك منه. ما هو انا مامتي معايا في الرؤية، طب ما هي مامتي موجودة وهي جنبي في الرؤية عادي، ما هو ده شيء عادي موجود اساسا. طب احنا بقى لما روحنا معرفش فين وعملنا ايه، ده بقى الشيء الباطني اللي انت كمعبر او مؤول ان انت هتطلعه للرؤية تفيده بيه، تمام؟ قسم مضمر تودع فيه الحكمة والانباء في جواهر مرئياته، يعني تطلع كده الجواهر واللقالق اللي جوه الرؤيه. برضو ان انت لازم تحط في عين الاعتبار للمفسر ان انت بتفسرها في وقت انتهاء التوقيت، يعني الشتاء ولا الصيف، لان في الصيف ليها دلالات وفي الشتاء ليها دلالات. طب لما تيجي حد يقول لي انا شفت المطر في الصيف، لا هو المطر في الشتاء، فلما تشوفيه في الصيف ويجي نقطه نقطه ده معناها وحش ومشاكل وهم للرأي. طب لما نشوفه في الشتاء، هو المفترض ان الشتاء بينزل فيه مطر والمفترض ده خير جاي. طيب مثلا على الزرع برضو بيبقى الوقت ده، لما تيجي تفسر تحط في عين الاعتبار ان الزرع ناشف. وهقول لكم برضو رؤية فسرها الامام ابن سيرين لشخص قال له انا رأيت ان انا اخدت سبع اللي هي الجريدة بتاعت النخل، اخدت سبعة على باب الحاكم، قال له ستجلد 70 جلدة، تمام؟ فغاب هو الجلد فعلا، غاب فترة كبيرة ورجع قال له رأيت برضو على باب الحاكم 70 برضو اللي هي الجريدة ديت، هبقى اجيبها لكم بالظبط يعني مش فاكراها قوي، بس هي المجمل كده، قال له ستجلد برضو 70 جلدة، تمام؟ غاب برضو الراجل بتاع سنتين كده وشاف نفس الرؤية برضو، قال له وجدت على باب القاضي 70 مش عارف درهم، قال له هتنال 70 مش عارف ألف، يعني هياخد فلوس. قال له طب انت اول مرة قلت لي هتجلد واتجلدت، تاني مرة قلت لي هتجلد واتجلدت، اشمعنى المرة دي هي الرؤية وقلت لي ان انا هاخد فلوس من القاضي او من الملك؟ انا هجيب لكم الرؤية بالظبط. قال له لان انت الحكمة بقى اللي انا هقولها لكم اللي هي الصح، يعني ان انت لما جيت تسالني عن الرؤيه انت جيت في ادبار السنه اخر السنه، فكانت العروق جفت بتاع الشجر، شجر ناشف اللي هو هيتجلد بيه، اسمها ايه الخوص ده الناشف ده اتجلد بيه. لكن لما انت جيت بقى المره الاخيره وشفت نفس الرؤيه كان في اول السنه، كانت الميه دبت في العروق بتاع الشجر، تمام؟ فالعرق بتاع الشجر ده اخضر مش ناشف هتتجلد بيه، لا ده فلوس جايالك بمعنى الحديث يعني، وانا مش فاكراها قوي بس انا قلتها كتير، يعني الناس اللي هي متابعيني اكيد فاكراها وهجيبها لكم تاني. طيب الطبع برضو بتاع الشخصيات اللي انت هتفسر بيها، يقول لك ايه ان كل حاجه ليه طبعه ووقته، زي ما قلنا الوقت وجوهره وعادته، لان الناس في عندنا عادات الحزن اسود، في بلاد تانية زي السودان والسعودية عندهم لما في ميت بيموت بيلبسوا ابيض، ما انت لازم تاخد طبع البلد اللي انت بتفسر فيها، لازم تاخد طبائع هذه البلد. طب انا لو شفت واحد بيعبد النار، انا كمسلمة ده ملحد بالنسبة لي، بني ادم ما يعرفش ربنا بتعبد النار ولا بتعبد الشمس ولا بتعبد البقر، لا انت بني ادم يقول لك مجوس بيعبد النار، بس هو بقى لما يشوفها كرؤية وانا اجي افسرها له، ها ده معناها ان انت هتنال خير، لان هو ده بالنسبه له الاله بتاعه، فانا لازم افسرها على اساس هو معتقداته ايه مش معتقداتي انا. زي ما انا لسه بقول لكم اللي بيلبسوا اسود في بلاد على الميت، في بلاد تانية بتلبس ابيض، تمام؟ طيب مثال تاني، وفي رؤيه بالضد على فكره، يعني حد يشوف نفسه مثلا شتمك في الرؤية وانت بتعيط، لا ده انت المنتصر، الشاتم دوت لا اللي شتمك هو المغلوب في الحقيقة، انت هتغلبه لان انت هتنتصر عليه. طب بيقول لك ايه، هديكي مثال بقى اخير يلا عشان نختم، عشان الحلقة دي طولت وانا يعني مش عايزة اطول الحلقات. مثال الرمانة، الرمانة بيقول لك ربما للسلطان
حد ذو مكانه وشاف ان هو معاه رمانه، الرمانه دي بالنسبه له بلد هيتولاها وهو هيبقى السلطان عليها، والحبات بتاع الرمان دي الناس اللي هو هيبقوا تحت امرته. تمام، ادي رمانه اهي، خلي بالكوا بقى معايا عشان الحته دي خطيره جدا. رمانه اهي هنفسر بقى عليها عشان بس الناس تقول لك ايه، انا لما اسمع حنان بتقول الرؤيه لفلانه هعرف التفسير لنفسي، يمكن تقول رؤيه شبهها. لا يا حبيبتي، هي حاجتها تختلف عنك لان كل واحد ليه التاويل بتاعه. ادي رمانه اهي واحده، هنتكلم على كذا حاجه، خليكم بقى مركزين في النقطه دي، هي نقطه اخيره يعني، عارفه ان انا طولت عليكم. بالنسبه لواحد في قياده وتولي مسؤوليه، ده معناها بشاره ليه ان الرمانه دي البلد اللي هو هيبقى الرئيس عليها، والحبات بتاع الرمان ديت الناس اللي هم تحت امرته، والقشره بتاعه الرمانه دي اسوار البلد دي، يعني سور البلد، فاهمين؟ تمام، القشره بتاعتها جدرانها واسوارها، والحب بتاعها احنا قلنا اهلها. طب التاجر لو شاف في ايديه رمانه، التاجر ده معناها بقى ايه؟ راى الناس الحاجات اللي جوه دي، الناس اللي فيها ممكن تكون التاجر دوت دي السفينه بتاعته، تمام، وهتتملي ناس، هو بيتاجر في السفن مثلا، وديت بيوصل ناس مثلا زي الحجاج كده، دي بقى الرمانه ديت معنى، او عنده فندق برضه يعتبر ده الفندق اللي هو شغال مثلا، هو يعني ده بيتاجر في الموضوع ده، والناس دول السكان اللي هيسكنوا في الفندق ده على حسب، تمام. والاموال اللي يعني اللي في وسطيها الحاجات اللي هي البيضه دي، دي فلوسه برضه اللي هي جوه الفندق مثلا، الاساس بتاع الفندق، الاساس بتاع السفينه، والحبات دي الناس اللي ساكنه الفندق، الناس اللي ساكنه السفينه، تمام. طيب ممكن تكون ايه بقى كمان؟ احنا قلنا او تعتبر كيسه واللي فيه الدراهم، الرمانه دي للتاجر تعتبر الكيس وفيها الدراهم بتاعته، تمام، على حسب بقى هو يعني بيتاجر في ايه. وقد تكون للعالم اللي هي الرمانه كتابه ومصحفه وقشرها اوراقها، يعني حد عالم في مجال العلم لو شاف الرمانه دي ان هو اخدها، ده معناها بيكون ايه؟ الكتاب بتاعه او المصحف بتاعه اللي هو والقشر بتاعها، الاوراق اللي هو عمال يكتب فيها، حلوه جدا. واحده حامل تشوف مثلا الرمانه، بيقول لك انها ابنه محبوبه، يعني لو واحده حامل شافت ان معاها رمانه ده بنت، هتجيب بنت. والمشيمه والرحم ودم اللي هي ايه، بيقول لك الرحم المراه اللي هي تحتوي على الرمانه، هنا بقى هتتفسر الرمانه ديت ان هي المشيمه والرحم اللي هي محتويه الرمانه اللي هي البنت، اللي هو جدار الرمانه ده المشيمه والرحم بيحتوي البنوته اللي هي هتخلفها. وقد تكون اموال بعدد حباتها، يعني ممكن واحد يشوف ان هو عدد حبات الرمان اللي شافها ديت فرطهم كده وخدها وفي ايديه فلوس، دراهم هتاخدها. طبعا احنا ما عندناش دراهم، جنيهات بقى والحاجات ديت، فدي اموال هتقع في ايديك لو انت شفت ان انت فرطتها وماسكهم بقى في ايديك كده، فده الفلوس اللي انت هتحصل عليها. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وانا اسفه ان انا طولت عليكم، لان هو فعلا ولسه يعني انا لسه هقول لكم حاجات تانية جميله في علم تفسير الاحلام وازاي تعرفي تفسري الاحلام، ويا رب اكون عرفت افيدكم، ويا رب القناه ديت الجديده دي تعجبكم، والفيديو اللي يعجبكم بعد اذنكم لو سمحتوا ممكن تشيروه. واحنا عندنا بقى زي ما احنا عارفين القناه الاساسيه اللي بنفسر فيها احلامكم اللي هي تفسير الاحلام مع حنان الجندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير، ولسه لينا جزء تاني وتالت وراء ده الجزء التاني، لسه لينا اجزاء تانيه كتير ان شاء الله نفيدكم بيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.